في الذكرى 51 لخروج آخر جندي بريطاني من عدن، كيف هو حال عدن اليوم؟ هل انتهى الاستعمار؟ أم أنه عبر الرياض وأبو ظبي تحول لشكل آخر من أشكال الوصاية والنفوذ؟ أهلا بكم. تمر على اليمنيين اليوم ليلة ذكرى 30 من نوفمبر، يوم تحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني. تمر الأيام وتعاني عدن من أشكال متنوعة من أشكال النفوذ والوصاية، آخرها نفوذ أبو ظبي التي باتت الحاكم الفعلي لعدن وعدد من المناطق الأخرى في الجنوب. على الضفة الشرقية تسعى الرياض لتوسيع نفوذها في مدن حضرموت بعد السيطرة العسكرية على محافظة المهرة والتي لم تصل إليها ميليشيا الانقلاب. اليوم يحضر السفير السعودي والأمريكي احتفالا رسميا في قاعدة الريان في المكلا، فيما يبدو أنه تقاسم للكعكة بين الدول الإقليمية والدولية. فهل تتسرب السيادة الوطنية من أيدي قيادة الشرعية؟ وما هي المسؤولية القانونية والشعبية عليهم إذا ما تتعرض له البلد من استعمار جديد؟ قبل 51 عاما خرجت هذه الجموع الغفيرة احتفالا بمغادرة آخر جندي بريطاني عدن. خطت دماء الثوار ملامح الاستقلال، وقدم الأبطال تضحيات خضعت أمامها الإمبراطورية العظمى حينها. حققت عدن الاستقلال، لكنها لم تنل ما تستحقه من استقرار سياسي وتنمية اقتصادية. منذ ذلك الحين ظلت عدن تتعثر وتنهض، وكان آخر ما عايشته المدينة هو تحررها من ميليشيا الحوثي التي شنت عليها وعلى كل البلاد حربا لا يزال أوارها مشتعلا منذ 4 سنوات. ركزت دول التحالف العربي بعد تحرير المدينة على بسط نفوذها والسيطرة على المرافق الحيوية في عدن ومحافظات جنوبية أخرى على حساب الدولة الشرعية. سيطرت أبو ظبي على المدينة ومنعت الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها السيادية من عاصمتها المؤقتة. أما الرياض فقد ذهبت شرقا لتنشئ المعسكرات لقواتها في محافظة المهرة مع خطط للسيطرة على البوابة الشرقية لليمن. اليوم قام السفير السعودي في اليمن والسفير الأمريكي بزيارة لمحافظة حضرموت، شملت قاعدة الريان وميناء المكلا ومطارها، لتكتمل الصورة المعبرة عن سباق إقليمي ودولي على تقاسم النفوذ في دولة صارت بلا حكومة ولا قوى فاعلة. ما أشبه الليلة بالبارحة، تعيش عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى اليوم أوضاعا تتشابه مع ما كان قائما قبل 5 عقود، وإن اختلفت الأدوات والأهداف المعلنة. مع اقتراب مناسبة ذكرى الاستقلال أثار ناشطون تساؤلات حول طبيعة الدور البريطاني إزاء الأزمة اليمنية اليوم. كثيرون استنكروا هذا الدور الذي قالوا إنه يتواطأ مع ميليشيا الحوثي على حساب الشرعية والدولة اليمنية، وهو ما جسده موقف لندن الضاغط على التحالف والحكومة لإيقاف معركة الحديدة التي اقتربت القوات الحكومية من حسمها قبل أيام. معطيات إقليمية ودولية معقدة ومتقاطعة تدفع للتساؤل في ذكرى الجلاء. هل أصبحت عدن واليمن كاملا بين جلاءين؟ جلاء ناجز نحتفل به، وآخر مستحق ضد الطامعين الجدد. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. أهلا بك. بداية دعني أسألك السؤال الذي بدأت به الحلقة، كيف هو حال عدن اليوم؟ بهذه الذكرى العظيمة، الذكرى 51 لـ30 من نوفمبر، وهي يوم أعيد الجلاء في جنوب اليمن الحبيب، لا شك أن المشهد يعيدنا إلى ما قبل 51 عاما، وهو المشهد الذي كان بمثابة يوم انعتاق اليمن من الاستعمار البريطاني وتحرر القرار السياسي الوطني حينها عشية 30 من نوفمبر. يؤسفنا أننا بعد 51 عاما أو نصف قرن من الزمان ونحن نعود إلى نفس النقطة ونفس ونقطة البداية، وهي نقطة استلاب القرار الوطني في هذه المرحلة التي نعيشها تحت وقع انقلاب وعودة الإمامة في شمال الوطن
وعودة المشاريع القروية المناطقية الصغيرة في جنوب الوطن. نحن أمام اليمن على مفترق طرق بعد 51 عاما من الاستقلال. ستذهب اليمن إلى تقف اليمن على مفترق طريقين، طريق التشرذم وطريق الماضي الكئيب والبغيض بكل أشكاله من استلاب القرار السياسي والتدخل الأجنبي، وأيضا الاستعمار الداخلي المتمثل بعودة الإمامة وكهنوتية هذا الحكم. والإمامة في تاريخ اليمن هي سبب رئيسي ومركزي وجوهري في كل الإشكاليات التي تعتري تاريخ اليمن المعاصر. ورأينا كيف بعودة الإمامة في 21 سبتمبر 2014 عاد في إلى الذاكرة استلاب القرار الوطني خارجيا وإقليميا كما كان الحال قبل 50 عاما من الآن. إذن في ذكرى الجلاء برأيك كيف وصلت الحالة اليمنية إلى هذه اللحظة والتي جعلت البلاد محل أطماع القوى الخارجية؟ لا شك أنه اللحظة الفارقة التي مثلتها 11 فبراير 2011 كانت لحظة فارقة في استعادة زخم ومضامين ثورتي 26 سبتمبر و 14 من أكتوبر. فهذه المرحلة الفاصلة في تاريخ اليمن التي خرج فيها اليمنيون في كل محافظات اليمن لاستعادة مضامين تلك الثورتين، ولكن لأن ثورة 11 فبراير لم تكن ثورة مكتملة وإنما كانت نصف ثورة، مما اضطر اليمنيون أو اضطر المشاريع الصغيرة لأن تعيد الكرة مرة أخرى في شمال الوطن وتسقط الدولة والجمهورية بعد أكثر من نصف قرن، ليتسنى بعد ذلك تدخل الإقليمي والدولي في الشأن اليمني بهذا الشكل الذي نراه اليوم من استلاب القرار الوطني، من عدم وجود الدولة أو الشرعية أو الحكومة في الداخل، إلى هذا الحرب والدمار الذي أصاب اليمن وفتت النسيج الاجتماعي والنسيج المعادلة الوطنية السياسية. كل هذه الإشكاليات هي ظاهرة أو هي مظاهر ونتائج طبيعية لعودة الإمامة إلى شمال الوطن وخوضها حربا ضد اليمنيين مجددا بعد أكثر من 51 أو بعد نصف قرن من الزمن. برأيك من يتحمل مسؤولية وصول البلد إلى هذه الحالة؟ لا شك أن المسؤولية هي ليست مسؤولية فردية، هي مسؤولية جماعية مشتركة وتتحمل في درجة رئيسية النخب الحاكمة بدرجة رئيسية، فالنخب المثقفة والنخب المستنيرة التي كانت بمثابة أعلام لهذا المشهد وقارئة وشاهدة لكل اعتمالات المشهد منذ 11 فبراير وما قبل 11 فبراير حتى الآن. الجميع مشتركون، لكن المسؤولية تختلف حسب المكان التي أنت فيها. فأنت في موقع القرار تكون مسؤوليتك مضاعفة وكبيرة، وأنت خارج القرار تكون مسؤوليتك بحجم مكانتك وبحجم وجودك الثقافي والفكري والاجتماعي في المجتمع. لكن بدرجة رئيسية المسؤولية تقع على عاتق النخب السياسية وصنعة القرار السياسي التي أوصلتنا إلى هذا المنعطف حينما حولت 11 فبراير من ثورة تغييرية شاملة إلى مجرد عملية إصلاحية سياسية يتم من خلالها استبدال بعض أركان النظام بالبعض الآخر، فضلا عن التدخلات الأجنبية أيضا التي أتت تحت مظلة ما يسمى بثورات الربيع بالثورات المضادة، التي ساهمت وتعاطت مع المشروع الإمامي في صعدة وساهمت ومولته ودفعت به إلى إسقاط جمهورية اليمن وعاصمته في 21 سبتمبر 2014. نعم. إذن برأيك أستاذ نبيل كيف يمكن تفادي الوقوع في رسالة الوصاية الأجنبية؟ يعني في غمرة النضال ضد الإمامة بنسختها الحوثية يظهر لنا أيضا وجود وصاية أجنبية بصورة مختلفة عن السابق. يجب أن يعي اليمنيون جيدا أنه ما دامت هناك قرية واحدة لا زالت توجد فيها الإمامة سيوجد وصاية وسيوجد تدخل أجنبي في اليمن. الإمامة والوصاية الخارجية صنوان لا يفترقان، متى ما وجدت الإمامة يوجد الوصاية الخارجية. الإمامة هي الإكسير الذي من خلاله تأتي كل أشكال التدخلات والاستعمار الخارجي بكل أشكاله والوانها، لأن الإمامة ليست مشروع وطني، هي مشروع كهنوتي سلالي أسري لجماعة من الناس ممكن أن يقايضوا بمصالحهم الشخصية والأسرية والفئوية والمذهبية والطائفية مع أي دولة إقليمية أو أي دولة من دول العالم ويسلموا لها السيادة الوطنية كما رأيناهم على امتداد التاريخ. نحن رأينا كيف تعامتوا مع بريطانيا في جنوب اليمن، تعرفي أنه السبب الرئيسي في استمرار اليمن مشطر من بعد الاستقلال إلى
مايو 90 كان قرارا اتخذه الامام يحيى حميد الدين في عام 1922 حينما طلب في 1920 عندما طلب الوالي العثماني سعيد باشا من القوات الاماميه حينها ان تذهب لتستلم مناطق وتواجد القوات العثمانيه، والعثمانيون واليمنيون ايضا كانوا يحاصرون مدينه عدن حينها، فطلب من الاماميين او من الحاكم الامامي حينها في صنعاء ان ياتي بقواته لاستلام المناطق، فرفض الامام يحيى بالاتفاق سري بينه وبين البريطانيين، وبالتالي دفعنا ثمن تلك اللحظه يعني اكثر من 30 عاما من التشطير من حتى قيام الوحده مجددا في 22 مايو 90. وبالتالي الامامه ايضا كما فرطت بعسير ونجران في اتفاقيه الطائف في عام 1934 فرطت ايضا بالجنوب اليمني في عام 1920، واليوم تفرط اليوم من مصادفه القدر انه اليوم الاماميون يناقشون المجتمع الدولي والامم المتحده بتسليم ميناء الحديده للمجتمع الدولي، ومستعدين ان يقدموا كل التسهيلات للعالم كله حتى بما فيها ما يسموها بدول العدوان، ما عندهم مشكله في ان يظل القرار السيادي منتقص من قبل السعوديه والامارات وغيرها. لكن الاشكاليه تكمن ايضا انه وجود الامامه باي شكل من الاشكال وبقائها في اليمن سيمثل قتلا وانتهاكا صارخا لمساله السياده الوطنيه. قد يقول بعض انه الحكومه الشرعيه هي التي اتت بالتدخل الخارجي. طبيعي جدا في حاله ما تنقلب على هذه الشرعيه وتسيطر على كل مؤسسات الدوله اننا استعين بمن اراه قريبا مني ويستطيع مساعدتي على استرجاع القرار السياسي. ظروف الحرب 4 سنوات هناك اخطاء كثيره تحدثنا دائما وابدا وكثيرا حولها في مدار هذه الاخطاء الكبيره القائمه بين التحالف العربي والحكومه الشرعيه واخطاء الشرعيه وفسادها وما الى ذلك، الكثير من الاشكاليات والمخاطر التي نتحدث عنها. لكن في صميم هذا التحالف او وجود هذا التحالف ايضا نحن بقدر ما باللحظه التي استدعيناه نحن في نفس القادرين على طرده في اي لحظه. لكن المشكله تكمن انه الامامه ووجود الانقلاب. هل سيكون ذلك سهلا؟ سيكون سهلا. سيتخلى عن الموانئ التي سيطر عليها، عن القواعد التي هو ايضا موجود فيها، هل سيتخلى عن كل ذلك؟ لن تكون قوات الاخوه في التحالف العربي اكبر من بريطانيا ولا اكبر من الامبراطوريه العثمانيه. وبعدين هم اتوا بطلب بالحكومه الشرعيه واتوا بطلب اليمنيين. وحينما يقول لهم اليمنيون يرحلوا فليرحلوا، ليس امامهم الخيار لا بالاعراف الدبلوماسيه ولا بالاعراف القبليه ولا حتى بكل الاعراف والمواثيق الدوليه. انت اتيت بدعوه مني وستخرج بطلب مني. لكن الاشكاليه تكمن انه هناك اشكاليه في بالداخل اليمني تكمن في وجود الانقلاب الذي يعني دمر جمهوريه اليمنيين واسقط دولتهم واسقط هيبتهم واسقط شرعيتهم، وبالتالي لا يمكن الحديث عن سياده وطنيه في وجود دوله الامامه التي مهدت لكل هذا الخراب والفوضى وانتهاك للسياده الوطنيه. إذن أستاذ نبيل، يعني هل يمكن القول أن ثورتي سبتمبر وأكتوبر أخفقتا في تحصين ذواتهما من احتمالات الارتداد؟ للأسف ليست الثورتان، ليست أكتوبر وسبتمبر من أخفقتا في تحصين مضامين هاتين الثورتين، إنما من أخفقهم النخب السياسية والحزبية بدرجة رئيسية والحاكمة التي تولت المشهد السياسي في يمن ما بعد 30 نوفمبر 67 ويمن 26 سبتمبر 62 شمالا. هذه النخب هي ساهمت بدرجة كبيرة في تغييب مضامين هذه الثورتين، وتحولت الأهداف الوطنية إلى أجندات أيديولوجية لليسار واليمين والإسلاميين والمذهبيين والطائفيين، كل واحد يشتغل في إطار مشروعه الخاص مقابل المشروع الوطني. يعني هناك ذهاب من الاشتغال للمشروع الوطني العام بمضامين أكتوبر وسبتمبر والأمة والوطن والشعب اليمني إلى مضامين الصراعات الحزبية والطائفية والسياسية والأيديولوجية. يعني اليسار حينما سيطر على الجنوب أكثر من 27 عاما حاول أن يمركز المجتمع في الجنوب ويحوله إلى مجتمع أشبه وأقرب من إلى موسكو منه إلى صنعاء وإلى عدن. وبالتالي هذه الإشكالية التي أدت إلى الصراعات التي حصلت في بين الشمال والجنوب وبين الجنوب ومكوناته السياسية، أيضا في نفس الوقت اللي حصل في الشمال نفس الإشكالية، أنه يعني ظلت الإمامة حاكمة في وسلطة
عميقة في إطار النظام الجمهوري، واستطاعت أن تفك وتخلل تخلخل النظام الجمهوري من الداخل أيضا. وكان هناك أخطاء أيضا مشتركة للقوى السياسية التي تعاملت مع صالح طوال فترة وجوده وتحالفت معه، بما فيهم الإسلاميين، بما فيهم أيضا القوى الوطنية الأخرى التي تمالت مع علي عبد الله صالح وذهابه نحو مشروع التوريد. وبالتالي كل هذه النخب السياسية كانت شريكة في هذا الفشل وفي إفراغ مضامين ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر من مضامينها، لنصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الفراغ الوطني الذي أتت هذه الميليشيات الانقلابية ودمرت الطاولة على الجميع. نعم، إذن هل ما زال يعول على هذه النخب يعني في محاولة استدراك إخفاقات خمسة عقود على ثورة أكتوبر تقريبا؟ للأسف، للأسف نقولها إن هذه النخب التي ساهمت في ضياع ليس فقط التنكب لأهداف 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وإنما أيضا في ضياع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ اليمنيين، وهي ثورة 11 فبراير، حينما حولت هذه الثورة من مسار ثوري تغييري شامل إلى مجرد عملية إصلاح سياسي. هذا الإصلاح السياسي الذي أتى بعد ذلك بهذا الانقلاب، والذي مهد لهذا الانقلاب ومهد لكل هذا الخراب والفوضى. وبالتالي باعتقادي مسؤولية اليوم، المسؤولية تقوم ليس فقط على هذه النخب. بمعنى آخر، إنه يعني قد يقول قائل يعني ماذا يمكن أن يفعل المثقف، أو ماذا يمكن أن يفعل المذيع أو الإعلامي أو الصحفي أو المفكر، أو يعني في هذا الواقع البئيس إنه يعني ليس له قرار ولا مسؤولية. لكن هناك سلطة حاكمة أو سلطة شرعية موجودة، وهي السلطة التي اليوم مسؤولة أمام اليمنيين. هذه السلطة الحاكمة والمسؤولة والشرعية يجب ألا نسكت عن كل أخطائها. يعني اليوم أنا باعتقادي عالم التواصل الاجتماعي والعالم المفتوح جعل لكل أحد رأي، حتى ولو كان رأيا بسيطا لفلاح في أطراف أقاصي أي مدينة أو أي جبل أو أي سهل أو أي صحراء يمنية. اليوم يجب اليمنيين أن يكونوا صوتا واحدا، وأن يقولوا للأخطاء أو للمخطئ أخطأت، وللمصيب أصبت. لا مجال اليوم لأن تستقل أي كلمة تقولها في إطار تصحيح هذا المسار الذي أوصل اليمن إلى هذه المرحلة. نحن اليمنيون أضعنا دولة، وضعنا بلاد، ودمرت هذه البلاد، ونحن ما لم نستعيد الآن عافيتنا في 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 العودة مجددا لاستعادة هذه الدولة وسعادة النظام والقانون ومضامين هذه الدولة، المضامين التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني وفي كل المرجعيات الدولية التي تساند القضية اليمنية. لكن للأسف هناك إخفاق شديد، نقولها ونكررها ونعيدها ونزيدها. هناك شرعية يعني غارقة في الفشل، غارقة في الفساد، غارقة في الإخفاق والفشل، الذي لا يمكن بحال من الأحوال السكوت عنه في هذه المرحلة. خاصة نحن سكتنا طويلا، وهناك أخطاء تتراكم على كل المستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي. تخيلي وزارة الخارجية بطولها وعرضها مش قادرة تعمل جهد واحد من الناشطين أمام ناشط واحد ينتمي للانقلاب. يعني هناك خلل كبير في المنظومة الدبلوماسية، هناك خلل كبير في كل المستويات. وبالتالي اليوم إشكالية الاقتصاد مثلا، هناك خلل كبير موجود، هناك فساد، لكن هذا الفساد أيضا ما فيش يعني الأعمال التي تقابلها لإصلاح هذا المنظومة ولإصلاح هذا الخلل أعمال بسيطة ومتواضعة جدا، ليست عند مستوى الكارثة التي تعيشها اليمن اليوم. نعم. إذا أستاذ نبيل، أيضا على خلفية ما تم إعلانه من قبل اتحاد الكتاب اليمني، خبر انفصاله عن اتحاد الشمال، ينضم معنا الأستاذ محمد عبد الوهاب الشيباني، الكاتب والشاعر وعضو الاتحاد، اتحاد الأدباء اليمنيين. مساء الخير أستاذ محمد. يا مساء الأنوار، أهلا بك معنا. وبداية، كيف تلقيت خبر إعلان انفصال اتحاد الكتاب اليمني فرع الجنوب كما يسمى؟ في البداية شكرا لك والسادة المشاهدين جميعا. في الحقيقة لم يكن الخبر مفاجئا لي على الإطلاق. منذ المؤتمر العام العاشر للاتحاد الذي انعقد في مايو 2010 في عدن، ظهر الفرز واضحا على أساس مناطقي صرف. نعم. فقد كانت أهم مخرجات المؤتمر مجلسا تنفيذيا عليلا انقسم نصفين وبالتساوي بين الشمال والجنوب، ليس على أساس إبداعي ثقافي وإنما على أساس سياسي. هذا المجلس لم يلتئم سوى في اجتماعين يتيمين منذ 9 أعوام،
الأول كان الانتخاب أمانة عامة بعد أشهر من المؤتمر في حادثة هي السابقة من نوعها في تاريخ الاتحاد، فقد كان الاتحاد يعقد مؤتمراته وينتخب المجلس التنفيذي الذي بدوره يقوم بانتخاب الأمانة العامة في ذات اليوم في نفس اليوم، إلا أن هذا المؤتمر أجل انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لأشهر طويلة فانتخب أمانة عامة عليلة أيضا. أما الاجتماع الثاني للاتحاد فقد كان للمجلس التنفيذي للاتحاد فقد كان بعد عامين تقريبا. هذا الاجتماع كان بدون نصاب، وفيها تم وفي الاجتماع تم الاستماع لاستقالات كثير من أعضاء الأمانة العامة والمجلس التنفيذي، وكان هؤلاء المستقلين هم من رموز أدبية معروفة ومحسوبين جغرافيا على الجنوب. في نفس الفترة التي كانت تظهر دعوات واضحة لإنشاء اتحاد أدباء وكتاب الجنوب، ظهرت في ذات الفترة أيضا مبادرات لإنشاء اتحادين على أساس فيدرالي، اتحاد أدباء وكتاب للشمال واتحاد أدباء وكتاب اليمنيين، وهذه مبادرات أظهرها أكثر من عضو من أعضاء المجلس التنفيذي من أدباء مرموقين ومعروفين كلهم كل الاحترام، وكانوا أحد رموز الاتحاد في محطاته النضالية المختلفة. ما فاقم من المشكلة حقيقة بعد أن استباحت الجنوب للمرة الثانية قوات الحوثيين وصالح، وهي التي فجرت هذا الوعي المتشظي الذي جعل من الاتحاد نقطة في عين العاصفة. منذ تلك اللحظة لم يتعافى الاتحاد، فظهر الاتحاد في لحظة شتاء الانتقام. سبق أن نشرت موضوعا طويلا كان عنوانه اتحاد الأدباء من ربيع الوحدة إلى شتاء الانقسام، فقرأت تلك المحطات جميعها حتى أصل لهذه اللحظة. أريد أن أقول أني لم أكن متفاجئا على الإطلاق. يعني كان هناك ربما ملامح لهذا الخبر بالنسبة إليك من خلال قراءتك وأيضا من خلال احتكاكك بهؤلاء الكتاب، لكن أود أن أسألك ما هو مصير الكيان الأدبي اليمني الموحد الذي ظل راسخا منذ تأسيسه وكان يشكل رقما صعبا لم يستطع يعني أن يتخطى لا حكام الجنوب ولا الشمال؟ ماذا في آسيا؟ إن أعدت طرح السؤال إن أعدت طرح سؤال موازي لما تطرحيه أنت أيضا. نعم هذا السؤال يقول: هل صار اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكرى من الماضي الجميل؟ وهل بعد أنجز دوره التاريخي توجب إهالة التراب عليه كميت توجب إكرامه بالدفن؟ هذا السؤال بسياقه بصيغته التي قرأتها الآن بدأ يكبر ويستطيل في الأصل منذ تراجع دور الاتحاد السياسي بعد الوحدة مباشرة. طيلة عقدين من الزمن منذ 70 إلى 90 ظل الاتحاد يرفع شعارا مركزيا واحدا. هذا الشعار يقول تحقيق الوحدة اليمنية في الصدارة من مهام أجيالنا القادمة من 70 إلى 90، شعار مركزي. هذا الشعار أنتف غرضه السياسي وغرضه أيضا المجتمعي بتحقيق الوحدة. صارت الوحدة فبدأ الاتحاد يبحث عن دور آخر. هل الاتحاد استطاعته أن يتكيف مع الوضع الجديد؟ اتحاد الأدباء تأسس في ظل نظامين شطريين تقاتل، فكان رد تقاتل المرة الأولى مطلع السبعينات، كان رد اتحاد الأدباء على هذا الانقسام وهذا التشظي والمطالبة بتوحيد اليمن
باكستان كان رد على هذا الانقسام السياسي الفوقي لنظامين متعارضين. كان هذا الأدباء أعضائه المؤسسين الأوائل ما عملاقة كبيرة يأتي على رأسها البردوري القاوي الأفاضل فارس محمد عبد الولي علي بن علي صبرة عبد الله عبد الكريم الملاحي عبد الله فاضل فارع وكثير كثير من الأسماء عبد الرحمن فخري الكثير من الأسماء الأدباء والكتاب الذين حققوا لحظة تغيير حقيقية في تحولات اليمن المعاصر. هذا الاتحاد نشأ للرد على احتراب الشرطين وضدا على الانقسام السياسي في المجتمع الذي مارسته سلطتين متعارضتين. هذا الاتحاد شعاره التعالي بدأ يتآكل هذا الشعار بعد الوحدة. بدأ دور الاتحاد السياسي يخرج رويدا رويدا حتى وصل إلى هذه اللحظة من التآكل والاستخدام والتشرطي. نعم، هناك من يتساءل أستاذ محمد، هل على الأديب أن يكون تحت ظل السياسة؟ يعني أليس الأديب قضية كبرى ومشروع سياسي يفترض مشروع عصي على التفكيك وأي مشاريع ضيقة أخرى؟ طبعا أنا أرى في المسألة يعني ليس على الأديب أن يكون تحت ظل السياسة بالمعنى التجريفي. الإشكالية هي إشكالية مفاهيمية، السياسي والمثقف أين يقف السياسي والمثقف من الذي يجر الآخر إلى هذه لحظة التآكل؟ هل باستطاعة المثقف أن يجر السياسي إلى لحظة الوعي المنتج المعرفي المتجاوز هذه الانقسامات المجتمعية التي تنتجها السياسة بنتوءاتها بإخراجاتها البائسة؟ المشكلة مشكلة مفاهيمية، إنه باستطاعة الأديب أن يكون سياسيا بالتأكيد، سياسي وسياسي قائد في المجتمع لإعادة تحقيق وعي جديد، وليس أن يكون أديبا تابعا للسياسة التي تجره للمواضع الانقسام والتضامن كما يحدث الآن في الاتحاد. فالمسألة هي مسألة بالأساس مفاهيمية، وأين يقف السياسي بالضبط؟ الكثير من زملائنا السياسيين وقادة في الأحزاب ولهم رؤاهم الخاصة، لكن لا ينجروا خلف الشعارات السياسية البائسة التي تزيد من تفكيك وتآكل المجتمع، يعني يضيفوا لهذه الإشكالات إشكالية جديدة بهذا الانقسام. كنا نراهن أن ينقسم المجتمع على أساس طائفي مناطقي، لكن لا ينقسم على أساس ثقافي، وهذا الانقسام يستقطب من 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 اتجاهين جغرافيين ينتجا حالة حرب دائمة أدت إلى هذا البؤس في المجتمع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد الوهاب الشيباني الكاتب والشاعر وعضو اتحاد الأدباء اليمنيين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وتعقيبا على هذا الموضوع أستاذ نبيل، يعني كان الاتحاد ربما هو أول مؤسسة تعلن الوحدة في عام 70، وبعد مرور 10 سنوات كان شعارها المركزي تحقيق الوحدة اليمنية في الصدارة من مهام أجيالنا المعاصرة، اليوم هو أول مؤسسة تعلن الانفصال، ما هو تعليقك؟ هذا من الأشياء المخيفة في المشهد السياسي ومتداعيات هذا حالة الفوضى الموجودة. لكن ما كنا نظن أن تصل مرحلة الانسداد أو تصل لمرحلة العقم والإحباط إلى قلب وعقل المثقف. المثقف دائما بعيد ومتعالي على ارتدادات وعلى إشكاليات السياسة والسياسيين. لكن أيضا أنه لا زال هناك أمل كبير جدا، إنه ما حدث اليوم بعدن من قبل أشخاص ليسوا معروفين يعني في الوسط الثقافي والأدبي بتلك الصورة الكبيرة التي ممكن أن يصطدم واحد من خلال رؤية مثل هذا الفعل يعني المتخلف فعلا يعني والمخيف. يعني أملنا كبير أنه لا زال هناك قامات وأصوات أدبية كبيرة ليست حاضرة في هذا المشهد أو أنه لم تقل رأيها بعد.
بالنظر إلى أن هذه المؤسسة، مؤسسة الأدباء أو اتحاد الأدباء والكتاب اليمني، هي المؤسسة الوحيدة التي لم تعتريها انقسامات على امتداد ما بعد ما قبل حتى الوحدة اليمنية وزمن التشطير. كل اليمنيين أو كل تشطرت الجغرافيا وتشطرت الأنظمة السياسية وتشطرت الأحزاب، إلا اتحاد الأدباء والكتاب ظل صامدا منذ لحظة التأسيس الأولى في بداية سبعينات القرن الماضي، وأيضا تناوب عليه مجموعة من الأدباء الكبار مثل عمر القاوي، عبد الله البردوني، المقالح، غيرهم من الأدباء الكبار الذين أصدروا مجلة الحكمة التي أصدرها أو أول من أصدرها أحمد عبد الوهاب الوريث في عام 1938. وأتى عمر القاوي واستعاد نشاط هذه المجلة بعد ذلك في سبعينات القرن الماضي، واستمرت لأكثر من 20 عاما، واستمر بعد أن انقطعت بعد أحداث أغسطس تقريبا، أحداث يناير في 86، وتم استعادتها بعد الوحدة واستعادت نشاطها على يد محمد حسن هيثم، على يد محمد حسن هيثم. يعني هذه المسيرة الوحدوية العظيمة التي جمعت روح وضمير اليمنيين الفكري والثقافي بمثل هذا العمل الأدبي، أنا باعتقادي يجب أن ننأى بها عن مزالق السياسة. أنا باعتقادي حتى ولو افترضنا أسوأ الاحتمالات وأسوأ الظروف التي قد تؤدي إلى تشطير الجغرافيا اليمنية، لكن لا يبقى أو لا يجب أن ينشطر الروح اليمنية، لا يجب أن يغيب روح المثقف ويتحوصل في إطار الصراعات السياسية، لأنها بالأخير هي صراعات تذهب وتأتي وليست ثابتة كثبوت الهوية الثقافية والفكرية اليمنيين. وبالتالي يجب أن يكون أو ينبغي أن يكون يعني العمل الفكري والأدبي والثقافي هو الرافد لعودة اليمنيين دائما إلى كل ما نكبت بهم أعمال السياسيين، كلما استعاد المفكرون والأدباء والمثقفون وهج هذه اللحظة وأعادوا لملمة جراح اليمنيين وتشظي السياسة. وبالتالي أنا باعتقادي أنه ما حصل اليوم في عدن هو فعل خطير جدا ويدعو للألم والقلق على مصير ومستقبل اليمنيين، ليس فقط في المستوى، لأنه بالأخير الثقافة ليست منتج جغرافي ولا منتج قروي ولا منتج فأوي، الثقافة هي مشاع إنساني يعني عابر للأديان والمذاهب والثقافات والأيديولوجيات. وبالتالي لا خوف على هذا الجانب، لكن الخوف أيضا لأنه أن يأتي من يوظف حساسيات السياسة في إطار صراعات الثقافة، وهذا عمل خطير لا يموت لا للثقافة ولا للأدب ولا للعلم ولا للتنوير بحال من الأحوال. إذن أستاذ نبيل، يعني ما يحدث في الشارع الجنوبي من انقسام ومن دعوات ورعاية خارجية مغذية وداعمة لهذه الانقسامات، لو يعني قمنا بمراجعة سريعة للدور السياسي الذي تلعبه بعض الأطراف في البلد، ألا يستدعي هذا الوقوف من أجل صياغة استقلال جديد ليقف أمام هذه الأطماع؟ لا شك أنه حديث الاستقلال واستقلال القرار السياسي والسيادي لليمن هو حديث ذو شجون ومرير أيضا، لكن أيضا حتى لا نكون بمثابة طوباويين ومثاليين أكثر من اللازم، يجب أن ننظر للواقع الذي نعيشه اليوم. القرار السيادي في اليمن سقط يوم سقطت الجمهورية في صنعاء في 21 سبتمبر 2014. ما بعد ذلك من الحديث السيادة هو حديث تحصيل حاصل لا أساس له على أرض الواقع أو لا وجود له على أرض الواقع، سواء في يعني في الرقعة الجغرافية المتحكم بها عصابة الانقلاب أو حتى في مناطق الشرعية. بالأخير أي تحالفات عسكرية في بين طرفين يكون الأقوى دائما هو صاحب الكلمة الأولى فيها. وهذه الإشكالية أيضا كان ينبغي أن أو كان يجب أن يتجنبها أو أن لا يقع بها السياسيون اليمنيون النخبة الحاكمة اليوم، لكن نتيجة لعدم لا خيال هذه النخبة ولا يعني عمقها الثقافي والتاريخي وقراءتها للأحداث بشكل جيد، أنا باعتقادي نتيجة الخواء السياسي الذي تتمتع بها النخبة الحاكمة وصلت إلى هذه النتيجة البسيطة والمتوحرة، والتي لو عادوا قراءة أحداث ما بعد 26 سبتمبر الحرب الملكية الجمهورية من 62 إلى عام 80 أو إلى عام 70 كان يكفيهم من 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 يعني من وقود لهذه المعركة اليوم وعدم تكرار تلك الأخطاء في حينما أتى المصريون
بزعامة ناصر بدعوة لاستعادة الجمهورية في اليمن والوقوف بجانب الجمهورية، حصلت الكثير من بل اليوم هناك أحداث تتكرر بنفس السيناريو بنفس الرتم وبنفس، كان ينبغي أن تقرأ هذه الأحداث حتى لا نعود ونقع في نفس هذا المنزلة. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ قاسم داود رئيس مركز عدن للرصد والدراسات من هناك. مساء الخير أستاذ قاسم. يا مرحبا، مساء الخير. إذن 30 نوفمبر تاريخ شاهد أحد التحولات التاريخية في تاريخ اليمنيين، كيف هي الصورة التي ارتسمت في ذهن الأستاذ قاسم عن هذا اليوم؟ 30 نوفمبر يوم مجيد وتاريخي في حياة الجنوب والشعب في الجنوب، كان ثمرة للنضال الشعبي طوال سنوات سلمي ومسلح وانتفاضات شعبية، وأسس لدولة وحدت الجنوب الأول مرة في التاريخ، وحققت إنجازات في السياسة في أخطاء وفي مكاسب ونجاحات لا يمكن أن ننظر لها بواقع اليوم، ولكن نقيمها بالظروف التي كانت قائمة حينها. لا. الأهم اليوم في 30 نوفمبر أنه هي إرادة الجنوبيين لاستعادة الاستقلال، لاستعادة حريتهم وكرامتهم وسيادتهم على أرضهم، وهم الآن يعني قب قوسين أو أدنى من هذا الهدف إن شاء الله، والذي نتمنى أن يكون جزء من إنقاذ هذه البلاد والأقليم من الحروب والصراعات وتأسيس المستقبل يسوده السلام مستدام وعلاقات أخوية جديدة والتكامل وتعاون، بخلاف الماساد خلال ربع قرن بعد عام 90 من حروب وسلاب وقزوات وسلب ونهب، والذي لم يؤسس غير العداوات والفشل والخراب للبلاد كلها، وما نشهده اليوم من حروب 4 سنوات هو نتيجة لذلك الاختلال الذي حصل عام 90. إذن أستاذ قاسم، يعني هل ينتصر نوفمبر اليوم لإرادته أو لثورته الأم ويقود فكرة الاستقلال مجددا؟ هو اليوم الصباح كنت حاضرا في المؤتمر التأسيسي لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب. نعم. شاهدت في القاعة هامات من الأدباء والكتاب كبار في السن لهم تاريخ في الإبداع في الاتحاد اللي كان أساس بالتوحيد، فلما تجدينهم في القاعة يؤسسون اتحاد الأدباء والكتاب اليمني الجنوبيين، فهذه مناسبة لها مغزى ولها معنى ولها دلالات لمن يريد أن يستوعب الوضع كما هو. نعم، يعني هل مجرد التأسيس هو يعني سيعطي الحياة التي يريدها الشارع الجنوبي للاتحاد؟ يعني ربما ما قصدته بسؤالي فكرة الاستقلال بمعناها الأوسع أستاذ قاسم، ليس فقط يعني مطلب الشارع الجنوبي الذي يحترم وهو الانفصال، ولكن المطلب ربما الاستقلال الذي عانيته أيضا الآن ترزح عدن والمحافظات الجنوبية تحت قيادة دول أخرى يعني بما يشابه الوصاية. والله هذا الوضع لا يسأل عليه لا المواطن في الجنوب ولا المواطن في الشمال. نعم. هذا الوضع الذي جاء بالانقلاب على سبتمبر وعلى والانقلاب سابقا على الوحدة في حرب 94 ليس على المواطن الشعب في الجنوب والشعب في الشمال، هم ضحايا الوضع اليوم الذي جاء، هو التدخل بناء على طلب القيادة الشرعية جاء، وفي تدخل عربي في تدخل دولي، اليمن تحت الوصاية الدولية تحت الفصل السابع، وفي وضع دولة منهارة سلطة غير موجودة في سلطات وفي مراكز قوى وفي تجار حروب، المواطنين هم ضحايا، ولهذا الوضع الحالي هو يدفع أكثر للشعوب أن تستعيد حقها في السيادة وفي استقلالها وفي قرارها الوطني اللي يتكلم عليه الزميل المتحدث السابق. الوضع القائم هو يعطي حجة أقوى ومبرر لمطالب الناس بالاستقلال واستعادة كرامتهم وسيادتهم ودولتهم التي فعلا تعبر عن مصالح الناس، والشعوب هي تستفيد من تجاربها، لا يمكن لأي شعب أن يكرر الأخطاء كان ضحية لها. تكرار القوى التي خلقت الأزمات والصراعات والحروب هو الذي يعيد المشاكل. أما الشعوب هي تتعلم من تجاربها ولن ترضى إلا بما يحقق لها السعادة والحرية والحقوق. وكما قلت لك اليوم في القاعة تكلموا الناس عن أي جنوب نريد، أي مستقبل نريد،
لم يتكلموا عن الاستقلال كهدف نهائي ولا عن الدولة الجنوبية كهدف نهائي، ولكن باعتبارها وسائل لتحقيق سعادة الناس، كرامة الناس، حقوق الناس، التنمية، الرخاء، الأمن، سيادة القانون، حقوق الناس، هذه القضايا التي يستهدفها الناس. نعم، إذا شكرا جزيلا لك قاسم داود رئيس مركز عدن للرصد والدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ نبيل. إذا يعني ربما طرح الأستاذ قاسم فكرة أنه لما يساءل المواطن في الجنوب أو المواطن في الشمال وهو الذي تحمل تبعات ما حدث من انقلاب على ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر وكل الثورات السابقة، ما رأيك؟ أنا أتفق معه في هذه النقطة أن المواطن ليس له أن يتحمل مسؤولية ما، لأنه بالأخير ليس بيده القرار، لكن أنا أتساءل أيضا ما مسؤولية الأخ المتحدث وهو مثقف ورئيس مركز دراسات أو أبحاث كمثقف ويطل على الجمهور ليتحدث بهذه اللغة التي بعيدة تماما عن الواقع، يعني لغة تخاطب عواطف الناس ولا تخاطب عقولهم ولا تخاطب هذه اللحظة الفارقة في تاريخ اليمن حينما يتحدث عن استقلال ويتحدث عن، يعني الآن المسألة ليست بهذه بمثل تأخذ بهذه الصورة البسيطة من التسطيح للموضوع في الأمر. يعني الآن في الجنوب على سبيل المثال جنوب اليمن هو أشبه بدولة مستقلة، إذا أتينا إلى أرض الواقع هو دولة مستقلة، له سلطاته المستقلة، له جيش مستقل، له، لكن لحد الآن مش قادرين يضبطوا عصابة بيع الحشيش والمخدرات في عدن، مش قادرين يضبطوا قضية الاغتيالات، مش قادرين يوفروا أسعار ويحافظوا على أسعار السلع البسيطة. يعني نحن أمام معضلة، المسألة لا تؤخذ بهذه البساطة فيما يتعلق بشعارات الاستقلال والتحرير. وما الذي اليوم سيطر على عدن غير أبنائها؟ ما الذي سيطر على الجنوب غير أبنائه؟ فما العجز حينما يوجز ليس فقط في من يدير هذا المشهد، إنما في من يرفع شعارات لا تتناسب مع الحقيقة التي موجودة على الأرض. أنتم تديرون بلادكم وأنتم مسؤولين مسؤولية كاملة اليوم عن هذا السوء وهذا التردي وهذا الانفلات الأمني الموجود في هذه المناطق. المسألة ليست مسألة انفصال أو وحدة، المسألة مسألة كرامة الإنسان، الدولة والنظام والقانون هو الذي يجب أن يسود، وسواء كان تحت مظلة الجمهورية اليمنية أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. بالأخير حينما تتوفر كرامة الإنسان وتتوفر الدولة والنظام والقانون، أنا باعتقادي ليس هناك مشكلة أن تعيش تحت أي سلطة موجودة في العالم. حينما توفر كرامتك وتحتفظ حقك كإنسان وكآدمي، أنا باعتقادي ما عندي مشكلة أن أعيش تحت أي نظام. المشكلة حينما ترفع الشعارات التي تنتهك تحتها كرامة الإنسان وحقوقه وحريته، وتحت هذه الشعارات التي الفضفاضة التي ترفع اليوم في الجنوب كما رفعت من قبل. يعني نعم، إذا الإمارات والسعودية باتت في مرمى الاتهامات اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصا ما يحدث في شرق البلاد في مناطق لم تطأها قدم الحوثي. يعني ما الذي يمكن أن يفضي إليه في حال استمرت البلاد في هذا الطريق؟ لا شك هذا العبث الموجود في المشهد اليمني هو عبث طبيعي ونتيجة طبيعية جدا في إطار فشل الشرعية. لدينا شرعية فشلت، وأكبر فشل لها هو بقائها خارج إطار الحدود الوطنية. باعتقادي هذه أكبر كارثة وخطأ استراتيجي ارتكب من قبل الحكومة ومن قبل النخبة الحاكمة بكل تشكيلاتها السيادية أو الحزبية أو غيرها أو ما شابه. أنا باعتقادي هذا الفراغ اليوم يتم إملاؤه من قبل السفير السعودي أو السفير أو الحاكم الإماراتي أو الضابط الإماراتي الفلاني. هذه كارثة كبيرة جدا، يجب أن يسأل سيادة الفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي اليوم موقفه من هذا الذي يحصل، أين هو من هذا المشهد؟ أين وزراءنا؟ أين وزير الدفاع؟ أين وزير الداخلية؟ أين يعني من يفترض بهم أن يديروا المشهد اليوم؟ لكن لأنهم مش قادرين على إدارة هذا المشهد أو كل المهمة لغيرهم، وبالتالي سهل على الآخرين أن يملأوا هذا الفراغ وأن يشكلوا نفوذا معينا خاضعا لهم ولسلطتهم ولأجنداتهم الخاصة. نحن أمام إشكالية خطيرة فيما يتعلق بالقرار الوطني وبالقرار السيادي وبمسألة الاستقلال الوطني. يجب بعد 50 عاما، ومن المؤسف بعد 50 عاما أن نعود إلى نفس هذا المربع ونتحدث عن أن اليمن مسلوبة القرار السيادي. أنا باعتقاد أن هذه المسألة يجب أن تناقش نقاشا مستفيضا ويخاطب بها المسؤولون اليوم، وعلى مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذه المرحلة، رغم أنه مجلس قد عفى عليه الزمن، لكن هو يتحمل أيضا جزء من المسؤولية
على النخب المثقفة أن تحمل جزء من المسؤولية. ما يحدث في اليمن هو عبث، نعم، عبث فوق ما طاقة اليمنيين واحتمالهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.